عيب يا ايشو الايشه دي، لازم كلنا نعمل كده عشان نرتقي بمستوى. احمد واخدينه مرهين طبعا، لا معلش معلش بالتقدير رهاين لغرض في نفس يعقوب بعد كده. يا عمرو معلش خلينا نكمل، ان عيب على كرامه 100 مليون بني ادم ان الاثنين دول يتعذبوا العذاب ده، وهم شرف لقطر وشرف للي عملوه في قطر، بالذات علي سالم اللي قام بمؤسسه الجزيره دي كلها. فده ظلم باين وظلم. انت بتقول دلوقتي ان في فريق مصري انجليزي قانوني بيتحرك مع 16 منظمه دوليه لحقوق الانسان، ده هيتحركوا بكل قوه. فاتمنى من الدوله المصريه اللي هي طبعا بوزاره الخارجيه بمجلس القومي لحقوق الانسان بلجنه حقوق الانسان بمجلس الشعب كله يتحرك.